مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدينا ومتابعينا، ويوم جديد وحلقه جديده من سيداتي انساتي من قناه دريم. النهارده هيكون موجود معانا في الحلقه طارق السعود، الاعلامي والصحفي المتخصص في القضايا الاجتماعيه والابراج. هنكمل معاه موضوع الابراج اللي فتحناه المره اللي فاتت، وهنعرف منه علاقه الابراج بالسمات الشخصيه والعيوب ونقاط الضعف والقوه عند كل برج، واهم كمان المهارات الشخصيه طبقا لكل برج ازاي نتعامل معاها، وهنعرف الوظائف المناسبه لكل برج. طبعا هننتظر اتصالاتكم على ارقام التليفونات اللي هتظهر على الشاشه ومشاركتكم على مدار الحلقه. اي حد عايز ان هو يعرف برجه، يعرف توافق مع البرج الثاني. النهارده كمان هنتكلم عن فكره ساعه الولاده والحسابات الخاصه بيها، وهنتكلم ايضا عن في ساعات ممكن بنحسب الارقام بتاعه ايام تاريخ الميلاد. كل ده هنتكلم عليه مع طارق السعود، ومنتظرين تليفوناتكم. طبعا احب في البدايه ان انا اعزي زميلتي ليلى شندول في وفاه والدها. الحقيقه هو توفى الاسبوع اللي فات، وعشان كده يعني هي يمكن الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده معانا، وطبعا احنا بننعي والدها وبنعزيها، وان شاء الله ربنا يتولاه برحمته ويوفر لها الصبر والسلوان ليها وكل عائلتها في تونس. هناخد جوله سريعه في اخبارنا على السوشيال ميديا، واول خبر معانا عن عيد الأم عام 2018. قررت شركة بيبي شوب، وهي إحدى الشركات الرائدة في تجارة التجزئة في الشرق الأوسط كله، بالتعاون مع وكالتها الإعلانية FB7 في دبي، بنحت كلمة عربية جديدة وهي الأموبوة، للإشارة إلى الأبوة والأمومة معا. كتير جدا ما عندناش إحنا كلمة، ما فيش كلمة بتجمع ما بين الكلمتين، ودي هتكون علامة تجارية جديدة تقدر الأبوة والأمومة على حد سواء. عمدت شركة محلات الأطفال بيبي شوب من خلال وكالتها الإعلانية إلى التعاون مع بعض اللغويين لتقديم هذه الفكرة الجريئة في منطقة تكاد لا تقبل المساس باللغة كثيرا، وابتكرت الكلمة الجديدة دي اللي هي الأموبوة، لتعطي الأم حصتها وأيضا علاقة الأب والأم بأبنائهم على حد سواء. الحقيقة هي الشركة بتسعى للاحتفال بالأمهات مش فقط في عيد الأم ولكن كل يوم، وفي مقطع تم نشره على الإنترنت أو على فيديو يعني تم نشره لشرح الفكرة والهدف من وراء إنشاء هذه الكلمة الجديدة. وحازت الفكرة على دعم أكثر من 40 شخصية مؤثرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وستقوم الشركة بإطلاق مجموعة أزياء للأطفال مع طباعة كلمة الأموبوة عليها. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعلق على هذه الفكرة الرائدة. الأموبوة.
في كل اللغات على فكرة دايما بيتم استحداث كلمات جديدة بتدخل في القاموس اللغوي لهذه اللغة. يمكن احنا عندنا في اللغة العربية بما ان هي لغة طبعا قوية جدا وتقيلة جدا وصعبة جدا، ما بنشوفش كتير استحداث كلمات جديدة تدخل على قاموسنا العربي. لكن اللي عجبني الحقيقة جدا في هذه الفكرة ان هم استعانوا بخبراء لغويين في هذا الامر وطلعوا بهذه الكلمة الأمبوبة. الفكرة في حد ذاتها عجباني، على فكرة ان واحد يبقى عنده طفل ده مشروع مشترك، ده مشروع مشترك. صحيح ان الام احنا طبعا بنقدرها جدا، انا ام ودايما عايزة احس ان انا ليا مكانة خاصة في حياة اولادي وكذلك امي، لكن ده ما يخفلش ابدا ان الاب كذلك عنصر هام للغاية لا نستطيع ابدا اخفاله، ولا نستطيع ابدا ان احنا نحطه كده او نديله ان هو دوره دور ثانوي او دور تاني. لا، هما زي بعض بالظبط، اب وام زي بعض بالظبط. وده علشان كده عجبتني الفكره الحقيقه، ويمكن لما قريت الكلام كمان اللي مكتوب الفكره ان كلمه بارنت هود او ابوه هي يعني تحس ان هي ليها علاقه اكتر بالاب في حد ذاته، هم عايزين يدخلوا الام في هذا النطاق اكتر، وعشان كده دخلوا في كلمه الامبوه او استحدثوا هذه الكلمه الجديده اللي احنا عايزين يتم تداولها بشكل مستمر. وهم كمان زي ما قلت لكم في الخبر ان هيبقى في تيشرتات مكتوب عليها هذه الكلمه علشان يعني ان احنا نستمر في استخدام هذه الكلمه، هي اللي هنتم يعني التعود عليها في لغتنا اليومية الدارجة. فأنا الحقيقة بحيي جدا شركة بيبي شوب على هذا أو هذه الفكرة الرائدة في مجال، لأن ده تفكير اجتماعي مهم نمرة واحد فعلا وحقيقي. أهم حاجة فيه إن هو بيعلمنا إن الأسرة لا تستقيم ولن تستقيم إلا بأب وأم. الخبر الثاني معانا بوست انتشر وتم التفاعل معاه وتداوله بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان أول مسيحي في مصر يشتري فانوس رمضان السنة دي. مايكل سامي مصري مسيحي نزل يشتري فانوس رمضان وحكى وقال إن هو لقى نوعين، نوع ب 75 جنيه ونوع ب 15 جنيه، فقرر ان هو يجيب النوع رخيص، قلت خلاص انا هجيب ابو 15 جنيه. الست شافت الصليب راحت قالت له لا ده ما حدش هيقدر يفرقنا ابدا، والمصحف ما انا واخده منك ايه؟ ثمنه. ما يصحش يا حاجه، قالت لي ابدا، كل سنه وانت طيب يا ابني، واخدته ومشيت وانا زعلان جدا اني ما اخترتش ابو 75 جنيه. الناس تفاعلت بشكل كبير جدا مع هذا البوست وقالوا ان دي اكبر صوره بتجسد الوطنيه بجد. مايكل ختم كلامه وقال احنا عاملين زي اتنين اخوات بيتخانقوا على مين اللي هيمسك الريموت التلفزيون، لكن بمجرد ما باب الشقه يرن واحد غريب هنسيب كل اللي في ايدينا ونقول مين احنا كده، مسلمين ومسيحيين، ممكن نختلف في شويه موضوعات نناقشها بين مؤيد ومعارض، لكن وقت الجد نقول لأي حد أنت مين؟ مين أنت عشان تحاول تفرقنا؟ معانا على التليفون مايكل. ألو. ألو، مساء الخير. إزيك يا مايكل؟ إزاي حضرتك؟ كل سنة طيبين وأنت بالصحة والسلامة. تعيشي. معقولة يا مايكل؟ معقولة. الموضوع كأنك كنت معايا بصراحة. شفت إزاي؟ عندي شفت أنا حكيت القصة، طب ما أنت كاتبها بالتفصيل، يعني برضو أنت سردها سرد كامل الحقيقة. بس انا زعل، معقولة ان اكتر حاجة تعلق عليها انك انت ما خدتش الفانوس الغالي؟ معقولة؟ طبعا بقى. زعلت انت على الفرق الفلوس دي؟ هنعمل ايه؟ ابو بلاش كتر منه، مفيش فايدة. مظبوط. طب احكي لي انت اصلا ليه بتجيب فانوس رمضان؟ بصراحة يعني انا كل سنة من صغرنا واحنا عندنا في البيت فانوس رمضان، يعني كان بابا وماما يجيبهم لنا من واحنا صغيرين. حتى عندي في البيت فوانيس من زمان قوي الاشكال القديمه جدا، وحتى هي مش شغاله بس محتفظ بيها، يعني هي كعاده وكفرحه متعود كل سنه ان انا اجيبه. وبعد كده لما اتجوزت وجبت بقى النوته بقيت بجيب لها برده كل سنه فانوس رمضان. بس هو بقى المره دي اللي البوست سامع يعني، فتعرف ان انا جبت المره دي، لكن كنت كل سنه بجيبه بس ما كانش بيحصل الضجه الجامده دي. حتى انا لما نزلت البوست بصراحه كنت مش متوقع انه ينتشر بالطريقه دي. انت كنت فاكره مجرد افيه يعني؟
مجرد بص عندي انا واصحابي هنشوفه وخلاص يعني. انا جبت فعلا فانوس وكان الموقف نفسه بصراحه عجبني، اللي هي السيده ما كانتش متوقعه يعني واحد مسيحي بيشتري. احنا مش انا بس على فكره، في كتير جدا مسيحيين بيشتروا فوانيس رمضان زي ما احنا بنعمل الزعف برضو في حد الزعف. مظبوط مظبوط فعلا. فهي الفكره ان انا كانت اول مسيحي السنه دي يشتري، ممكن يكون في حد قبل مني اشتري انا مش عارف يعني، بس انا كنت عشان لسه باقي شهر تقريبا او شهر رمضان، كل سنه طيبين. قلت اكيد انا مبدر قوي يعني. فالموقف كان جميل، والسيده طبعا عملت ده بمحبه، لا كانت عارفه ان هي القصه هتتعرف ولا هتنتشر ولا الكلام ده، بس تلقائيه المصريين ومحبه المصريين. معلش ممكن اسالك، هو كان في منطقه ايه؟ انا كنت راجع من شغلي على الدائري في التجمعات اللي تبقى زحمه والكلام ده، دي سيده بسيطه جدا بتبيع فوانيس يعني. فانا وقفت وقلت لها بكام الفانوس ده؟ قالت لي ده ب 15 وده ب 75. انا طبعا ملت ب 15 مش بس عشان رخيص، لا هو مساله ان هو الفانوس بشكل الفانوس اللي احنا عارفينه. ايوه لانك الغاليين دول ما بيبقوش حلوين، بيبقى فيهم العاب كده. انا بحب الحاجات التقليديه، الفوانيس بتاعتنا التقليديه اللي بشمعه كمان. هو لعبة عبارة عن لعبة بتغني وكده، فأنا عملت في شكل الفانوس اللي احنا متربيين ومتعودين عليه، اللي هو الشكل الطبيعي للفانوس. فجبته طبعا، وهي شافت الصليب فقالت لي أبدا ما خدش فلوسه. فعملت بقى أنا يعني إيه كوميديا، اللي هو يعني يا ريتني كنت اخترته بخمسة سوائل. أنا طبعا بحيي جدا السيدة، طبعا هي مش قدامنا ومش عاملين، لأن ده تصرف تلقائي للغاية منها. بالفعل. هي دي، هما دول الناس الحقيقيين اللي احنا عايشين ومتربيين وطول عمرنا عايشين في وسطهم الحقيقة. وأنا بحييك أيضا على إنك أنت كتبت الموضوع ده، لأن ساعات في وسط الكركبة الكتيرة اللي بتحصل حوالينا، البوستات اللي من النوع ده هي اللي بتخلينا دايما نفتكر ونرد لأصلنا، وهو ده أصلنا. فانا بحييك جدا جدا رد الفعل. رد الفعل فعلا ما بين الكومنتات ياكد ان مصر ما تخافش عليها، احنا نسيج واحد وايد واحده، ده مش كلام شعارات، بالعكس موقف صغير اهوت بدون اي ترتيب بين فعلا معدن المصريين. كل واحده مسلمه دخلت تحكي موقف، احنا بنجيب الزعف برضه محبه وبنشارك فرحتكم، والمسيحيين ده احنا كمان جايبين الفوانيس، ويعني الموضوع فعلا في ما بيننا محبه قويه جدا ما حدش يقدر يفرقنا. بس انا عايزاك تكمل جميلك وتفضلي وتعزمنا بقى على الفطار. انا عينيا ليك صدقيني. خلاص اوكي، ميرسي جدا جدا يا مايك، ميرسي على مداخلتك، باي باي. هي الحاجات دي فعلا بتنور، عارف كده في وسط الطريق تلاقي حاجات بتنور لك كده وتقول لك ما تخافش ما تخافش، دي البلد دي بجد ما تخافش عليها، وما تخافش عشان ناسها ساعة الجد فعلا كله بيلم في الاخر على بعضه، ولا يمكن تعرف تفرق بين اي حد فيها. الخبر الثالث معانا عن فيديو ايضا انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لاغنيه اهداها سيناريست محمود صابر لطبعا اللاعب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي المصري الفرعون المصري، وده بعد تالقه في الفتره الاخيره في البريمير ليج ودوري ابطال اوروبا، والاغنيه باللهجه الصعيدي. وقال انا كان لازم اعمل اغنيه باللهجه المصريه لان كل الاغاني اللي اهدت اليه كانت باللغة الإنجليزية. تعالوا نشوف جزء من الأغنية ونرجع نكمل كلام. لما السعيد يقول ابو صلاح يقول ايه؟ يلا بينا. ابو صلاح يا ناس دقيق، اديله الكره قدام رجليه حبيبي، تلاقي جون والتاني في ديله، تلاقي جون والتاني في ديله. لا تقول لي ميسي ولا بليه، روحي روحي روحنا رايحه فيها. لما يشوط ويجيب الجول، لما يشوط ويجيب الجول، يقلب الملعب عليه وطيه، روحي روحي روحنا رايحه فيها. صلاح ابو مكه هو الكينج،
في بريمير ليج يا ناس دابور رقص الباك بمس ديكور رقص الباك بمس ديكور ويحط الكورة ما بين رجليه عمري راحي راحنا رايحة فيها معانا على التليفون السيناريست محمود صابر. الو مساء الخير استاذ حنان. ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يبارك لك وكل سنه وانتم طيبين ومتشكر جدا على الاستضافه الجميله دي. لا يا فندم ده احنا اللي متشكرين وعجباني قوي بدايه الاغنيه مالك الاغاني المسخه دي. اغاني مسخه صحيح. احنا مش بتوع الكلام ده يا استاذ محمود. احنا بتوع الصعيدي والفولكلور ونرد لاصلنا. بص يا فندم انا بس اسمحي لي في ثواني احيي اخويا مايكل اللي كان في المداخله اللي قبليه. ايوه واقول فعلا دي بلدنا من غير شعارات ومن غير كلام متزوق يعني كده. الحمد لله في الوقت اللي احنا شايفين فيه حوالينا بيحصل ايه. حضرتك بتكلمي مايكل اللي جايب فانوس وبتكلمي محمود اللي عامل اغنيه لمحمد صلاح. الحمد لله رب العالمين. فبحييه جدا واقول له كل سنه وانت طيب يا مايكل. مرسي مرسي. واحنا طبعا احنا حييناه بس نحب نحييه مره تانية. والحقيقه انا مهتميه اكتر احيي الست البسيطه اللي عملت هذا التصرف التلقائي جدا يعني. طبعا لان هي لا محتاجه ان احنا نلقي عليها الضوء ولا هي عارفه اساسا ولا فارق معاها ولا خالص. هي تصرف نابع من داخلها بالفطره يعني. تمام جدا. بس خلينا بقى في الاغنيه. انت شايف بقى ان الاغاني كلها اللي اتعملت لمحمد صلاح اي كلام؟ لا خالص انا ما قلتش كده خالص. هو الموضوع ان هي بتيمات اجنبي يعني. حتى لما بعض الاساتذه وليهم كل التحيه حاولوا يعملوا اغنيه لصلاح خدوا التيمه بتاعت الخواجه بتاعت مو صلاح. تخيلت ان كاركتر صعيدي بلدياتي يعني انا من المنيا متضايق مفيش اغنيه فولكلور اغنيه بتاعتنا معموله له. فقالهم تعالوا بقى شوفوا الصعيدي هيقول لكم ايه. وقال الموضوع ده من قلبه وده من قلبي والله قايلها فعلا. الحمد لله. فالحمد لله رب العالمين طلعت الفكره والحمد لله الرواد بتاعها برضو خضني الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله. هل كان في اي رد فعل من اللاعب محمد صلاح نفسه ولا لسه؟ منتظرينه. هو في زمايله من زمايله. في زمايله في ناس وصلوها له بالفعل ومنتظر رد الفعل بتاعه. وحتى لو ما قالش رد فعل ولا قال اي حاجه انت مش منتظر. انت عامل حاجه عشان ابن بلدك وخلاص. بص صدقيني انا كل بجد والله يمكن مصر كلها وغير موت مصر كلها. اما اكون بتضايق في شغلي عندي مشكله حاسس مثلا ان في قلق في بقعد قدام الماتش بشوف نجاح محمد صلاح بشوف رمز مصري بيحقق نجاح وهو معلش كسر كل سماعات السلبيه للشباب. مظبوط. يعني اللي بيقول في واسطه مش تلاقي فرصه علشان الواسطه مش تلاقي مش عارفه ايه ما في. لا ده واحد بطوله انا قصد انك تبقى من نجريج مركز بس بمجهوده بمجهوده بموهبته بإصراره الحقيقه يعني. ما حدش كان يعرف القريه بتاعته فين ولا مركز بسيون فين. يا دوبك المحافظه. هو الراجل نجح. واتمنى ان كل شاب حتى لو كان في مهنه عاديه ولينا الشرف يعني ان يكون وسطنا المهن دي ميكانيكي نجار يطور نفسه يبقى محترف زي صلاح ويشتغل ويصدر حتى منتجه بره وهنبقى غير كده. هنبقى غير كده خالص يعني ان شاء الله لو بقى صلاح ده مثل وقدوه للشباب الصغير يعني ان شاء الله. انا متشكره جدا ليك انك انت فكرت في هذه الفكره. واحنا محتاجين فعلا ان احنا يكون عندنا احتفاء بشكل مصري خالص بمحمد صلاح لانه مش بس يستحق ده علشان مجهوده وعشان ان هو رفع اسم مصر في اماكن كتيره جدا. لا هو يستحق ده علشان زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو خلق امل وخلق يعني خلق فكره ما كانت غايبه عننا بقالها فتره طويله او زي ما حضرتك برضو قلت كسر فكره الشماعات اللي ناس كتير جدا بتتسند عليها عشان يوصلوا لهدفهم في الحياه. انا متشكره جدا ليك وميرسي قوي على الاغنيه اللطيفه دي.
ناخد بقى الخبر الرابع. الخبر الرابع ده يا جماعه مهم جدا، معلش يعني فاهم، بس انا طبعا ايه الخبر الرابع ده فكره، عايزين نسال بقى في استاذ طارق اما يجي معايا على الهوا فكره البكاء والحساسيه عند الرجال، يعني نشوف انهي الابراج اكثر عندها حساسيه كده وسنتيمنتال زي ما بنقول، ونشوف طبعا احنا زي ما قلت لكم احنا منتظرين تليفوناتكم على مدار الحلقه عشان نسال عن كافه الاشياء المتعلقه بالابراج سواء للرجال او للسيدات. نرجع للخبر. حمله لدعم بكاء الرجل. الحملة دي انتشرت عالميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأتها صفحة Art Enthusiast لدعم بكاء الرجال. اعتمدت على تصوير رجال وهم يبكون والتعبير عن نظرتهم اتجاه البكاء. المشاركون قالوا ايه؟ قالوا ان البكاء بالنسبة لهم ليس دليل ضعف، عندما ابكي فانا اتقبل مشاعري وهذا يمكنني من الاستمرار ويجعلني قويا. وقالوا ايضا كما تفضل كما يعني تغسل المياه الجسد تطهر الدموع الروح. بينما قارن احدهم بين الانسان والحيوان وقال ان البكاء هو الشيء الوحيد الذي يميزنا عن الحيوانات، لذلك ليس منطقيا ان نضحي به من اجل صوره اجتماعيه باليه. ده يخليني الحقيقه يعني اتوقف ان احنا طبعا مجتمعاتنا عندها فكره ان الراجل يعيط دي فكره لا 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 يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن انها تحصل، بننظر اليها نظره يعني ايه سيئه للغايه، لان الراجل بالنسبه لنا لازم يكون سبع رجاله في بعض، ما ينفعش خالص ان هو يعبر عن مشاعره. يمكن الموقف الوحيد اللي بنشوف فيه الراجل مكسور وبيعيط في وفاه احد والديه، دي الحاجه الوحيده اللي يعني ممكن الست او المجتمع يستسيغ فيها فكره بكاء الرجل. لكن حقيقي هو البكاء في أحيان كثيرة فعلا بيريح وبيغسل فعلا الروح زي ما قالوا في التقرير، فإحنا كمان عايزين نعتمد هذا الموضوع ونشوف يا ترى لو الرجالة المصريين حبوا إن هم يعيطوا هيعيطوا على إيه أو من إيه. هنعمل حلقة على فكرة عن الموضوع ده، أنا عايزة أسأل هذا السؤال لكل الرجال، لو الرجل المصري اعتمد البكاء كوسيلة للتعبير عن مشاعره هيعيط من إيه وليه؟ والله دي فكرة هايلة. ماشي طيب، هنشوف بقى دلوقتي التقرير بتاعنا. كاميرا سيداتي أنساتي، نزلت صور التقرير عن احتفالية بمناسبة ذكرى أم كلثوم، ودي الذكرى 43 على راحلها، ولنظمها صالون مصر المبدعة بحضور عدد من رموز الفن. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا، ومنتظرة تليفوناتكم في خلال فقرة طارق السعود الخاصة بالأبراج. مساء الخير عليكم جميعا، واحنا في حضرة اجمل صوت عرفه مصر ام كلثوم. كلثوم يعني غنية عن إن حد يتكلم عنها، فنها الباقي اللي لسه قاعدين نستمتع بيه، ولما نسمع كل ما نسمع كل ما بنستمتع بيه. أنا ما بعتبرش إنها رحلت، أم كلثوم معانا وباقية معانا مدى عمرنا كله. بنت أختها أستاذة نادية الكاشف بعد ما اتعرض المسلسل قالت لي أنا شفت ستي فاطمة النهاردة، فده كان وسام على صدري ان هي لقتني زي ستها فاطمة، واهدتني شربين اللي مسكته في ايدها في انت عمري. شوف قد ايه جميل. مادام تحب تنكري ليه
صالون مميز ومختلف الحمد لله رب العالمين عن زمن أم كلثوم، لأنه الحقيقة زمن جميل ومعايا شباب رائع من الصوت الذهبي. الصوت الذهبي ده كان مشروع وفكرة المرحوم محسن فاروق. النهارده تبع الصوت الذهبي، الصوت الذهبي رشحني ان انا اكون موجوده النهارده واشارك في الحفل، وبس فهي عن طريق صندوق التنميه. طبعا سعيده بالصالون نفسه، سعيده بالمكان، سعيده بالزخم والعبق والتاريخ اللي هي بتمثله ام كلثوم نفسها. يعني افتكر عرضنا على الشاشه من خلال المسلسل اللي هو 37 حلقه الكثير من سواء اسرارها الشخصيه او سواء يعني حياتها الذاتيه او مجدها الفني. برضاك يا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وطبعا كوكب الشرق أم كلثوم لما نيجي كده نفتكرها الست هي دي الست يا جماعة، الحب كله عندها والهجر كله عندها. يعني يمكن وإحنا صغيرين ما كناش قوي يعني بنحب أم كلثوم، ونسمع أغانيها نحس إن هي حصة عقاب، لكن على مدار السنين أول ما كبرنا قدرنا قيمة الكلمة اللي كانت بتقولها وقيمة اللحن اللي كانت بتقوله وقيمة صوتها ولعبها بيه. يعني الله يرحمها فعلا لن تتكرر بأي حال من الأحوال. هنبتدي مع حضراتكم فقراتنا النهاردة مع الأستاذ طارق السعود الإعلامي والصحفي المتخصص في القضايا الاجتماعية والأبراج. مساء الخير يا طارق. مساء النور عليك وسلم على كل مشاهدين الدريم، أهلا وسهلا بك. طبعا منتظرين تليفوناتكم على مدار الحلقة لو عايزين أي أسئلة عن كل الأبراج. إحنا كنا الأسبوع اللي فات اشتغلنا على برجين الحمل والثور، أخذناهم سريعا. هنكمل بقية الأبراج حاليا، وحنشوف بقى كل برج إيه هي صفاته، إيه هي أهم مميزاته، إيه عيوبه، الوظائف المناسبة ليه، نقاط ضعفه، مدى توافقه مع الأبراج الأخرى، نقاط قوته أيضا هنتكلم عليها، وهنتكلم عن فكرة الأسندنج. أنا مش عارفة الأسندنج دي اسمها إيه بالعربي، البرج الطالع أو البرج الصاعد. البرج الصاعد هنتكلم عن كل ده، ومنتظرين طبعا تليفوناتكم على مدار الحلقه على ارقام التليفونات اللي هتظهر على الشاشه. طيب ناخد منك فكره سريعه نفكر الناس شويه ببرج الحمل والثور بتوع المره اللي فاتت، عشان نبتدي بقى من بعدهم ونخش على الجوزاء، لان الجوزاء ده عايز حلقه لوحده. الجوزاء ده عايز حلقات وملفات مش حلقه لوحده. عموما برج الحمل هو اول الابراج في السنه الفلكيه، بيبتدي من يوم 21/3 لغايه يوم 20/4. طبعا كل برج له عشريه خاصه، أول 10 أيام، ثاني 10 أيام، ثالث 10 أيام. فالعشرية الأولى يكون عنده تأثير اللي هم مواليد 21/3 لغاية 30/3، يكون عندهم تأثير مزدوج من كوكب المريخ اللي هو كوكب برج الحمل. الدول بيتميزوا بأنهم بيكونوا مندفعين أكثر، عصبيين أكثر من بقية مواليد برج الحمل. بياخدوا قرارات بسرعة وبيرجعوا يتندموا عليها بسرعة برضه. العشرية الثانية اللي هي من 1/4 لغاية 10/4، دول عندهم تأثير مزدوج من تأثير من المريخ بالإضافة للشمس. نشوف عندهم انه يعني مواليد العشرية دي بيحبوا الأضواء كتير، بيحبوا يكونوا محط الأنظار، كريمين مع الناس، عندهم شوية نرجسية، بيبصوا نفسهم كتير في المراية أكثر من بقية مواليد العشريتين الأولى والثالثة. العشرية الثالثة اللي هي من 11/4 لغاية 20 أو 21/4، دول عندهم تأثير من كوكب المريخ بالإضافة إلى أورانوس. أورانوس هنا بيديهم، بيكونوا شخصيات عندهم مفاجآت كتيرة في حياتهم، عندهم تغيير كتير، بيغيروا في علاقاتهم العاطفية، بيغيروا في مكان سكناهم، بيغيروا في الشغل، عندهم تغييرات مفاجآت دايما مش متوقعة. طيب قبل ما ندخل على الطور ناخد أول تليفون معنا. إسراء. ألو. الو. ايوه يا اسراء، ازيك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي.
لله. انا عايزه اسال دلوقتي، هو انا برج الاسد تمام، عايزه كنت اعرف ان برج يبقى متوافق معايا يعني في المساله العاطفيه وكده، عشان قبل كده كنت مرتبطه واحد بس برج يعني كده ما كانش مناسبني خالص. كان ايه؟ كان برجه ايه؟ الجدي للاسف. جدي؟ طب انت مولوده يوم ايه؟ انا 23/7. 23/7. طيب حاضر، هنشوف حالا دلوقتي ونرد عليك. نرد عليها الاول، مش مشكله اللي طب هي معلش هستاذنك عشان التليفونات طبعا. ناخد شيماء. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيماء. لو سمحت عايز اسال عن التوافق بين برج الحوت وبرج الميزان. الحوت والميزان. معلش انت برجك ايه؟ 3/11. انت انهي واحد فيهم؟ انا حوت. انت الحوت. كام؟ 3. 12/3. وهو الميزان 1/10. 1/10. ماشي. أيوة. حاضر، من عينيا. طيب نكمل التور وبعد كده نرد على الاسئله. ماشي. نكمل التور سريعا. نيجي على برج التور تاني، هو اللي هو تاني الابراج اللي هو يمثل بيت الممتلكات الماليه، بيت الممتلكات الشخصيه، الحاجات اللي بنجمعها في حياتنا. العشريه الاولى اللي هي من 20/21/4 لغايه 30/4 بيكون التأثير الزهرة أو فينوس، تأثير مزدوج اللي هو كوكب برج التور على مواليد العشرية دي، فبنشوفهم ناس بيكونوا رومانسيين أكتر. برج التور غالبا هو برج واقعي، ما بيحبش يبين عاطفته كتير، لكن مواليد العشرية الأولى منه بيكونوا عاطفيين جدا، رومانسيين جدا، وبيميلوا للأشياء الفنية والجمالية مثل الرسم، مثل العزف على آلة موسيقية، التمثيل، الحاجات المتعلقة بالفنون. مواليد العشرية الثانية من 1/5 لغاية 10/5 ده بيكون عندهم تأثير من الزهرة بالإضافة إلى كوكب زحل. مواليد العشرية دي بيكونوا متحملين المسؤولية في وقت مبكر من حياتهم، ما بيحصلوش على الحاجات بسهولة زي مواليد العشرية الأولى والثالثة من برج التور. عندهم نوع مش من المعاناة، لكن لازم يبذل مجهود مضاعف عشان يحصل على الحاجة نفسها اللي غيره بيحصل عليها بسهولة أكتر. كمان بنلاحظ عندهم نوع من الكآبة، واللي هو بيتجنبوا الناس ويقعدوا مع بعض مع نفسهم لفترات طويلة. العشرية الثالثة من 11/5 لغاية 20/5 دي عندهم تأثير من الزهرة وعطارد. عطارد كوكب الاتصالات والحركة والعلاقات الاجتماعية. العشرية دي العشرية المهايبرة من برج التور، اللي بيحبوا يتواصلوا، السوشيال ميديا، التليفونات، بيحبوا يشوفوا ناس بيتكلموا كتير، عندهم بتكون ميول للصحافة والكتابة أكثر من بقية مواليد العشريتين الأولى والثانية. طيب ناخد مروة. ناخد مروة. ألو. ألو. أيوة يا مروة، عايزة أعرف التوافق بين الجوزاء والحوت. مين الجوزاء ومين الحوت؟ الحوت أنا. أوكي. و16/6 الجوزاء هو. وانت عايزة أعرف التوافق، نسبة التوافق بينهم إيه وإزاي يتعامل معاه. طب وانت يوم ايه؟ عيد ميلادك يوم ايه؟ 1/3. 1/3. حاضر يا مروه. حاضر ناخد طه. الو طه. قطع طه. قطع. طيب نرد على الاسئله وبعد كده نخش في الجوزاء. ماشي. اسراء هي اسد وعايزه مواليد 23/7، وكانت عايزة تعرف ايه اكثر الابراج توافقا معاها من الناحية العاطفية، لان هي كان عندها علاقة قبل كده مع برج الجدي، وواضح ان هي كانت فيها شد وجذب ونطح واشياء كثيرة جدا. 23/7 هي هتعتبر على حافة برجين ما بين برج السرطان وبرج الأسد، وده بيفسر انجذابها لبرج الجدي، إنه السرطان بينجذب للجدي كتير. السرطان برج عاطفي مزاجي رومانسي كتير، والجدي برج جدي شوية متحمل المسؤولية واقعي كتير، وهي لأنه موجودة في اليوم ده فبتاخد من السرطان شوية بالإضافة للأسد. الجدي مع الاسد بصوره عامه كويس جدا لو كان الرجل جدي والست اسد، بس لو كان الرجل برضه عنده على يعني مولود على حافه القوس
شويه واخد شويه واخد شويه من برج القوس. بصوره عامه التوافقات بالنسبه للجدي احسن يعني تكون من ناحيه العلاقات العاطفيه مع القوس مع الحمل مع الدلو مع مع الجوزاء ومع الميزان بصوره عامه. لكن لو هنعرف ساعه الولاده طبعا هنقدر نحل يعني بطريقه اكثر دقه. تمام. مروه لا شيماء انا اسفه الاول شيماء هي الحوت والميزان حوت ايوه 12 3 والميزان 1/10 12 3 و1/10. برج الحوت بالنسبه للست برج رومانسي ست برج الحوت ست مخلصه جدا متفانيه جدا في علاقتها العاطفيه او في علاقتها الزوجيه او المنزليه او حتى مع الاب والام. برج الحوت بيعيش حياته من مبدا التضحيه من اجل الاخر، يعني عنده نوع من التفاني. مع برج الميزان اللي هو 1/10 هنا رقم واحد لعب دور في تغيير شخصيه الميزان شويه، الميزان برضو انسان حساس رومانسي خدوم، لكن رقم واحد بيدي بيكون شويه عنده انانيه وبيحب يركز على نفسه كتير. فهنا العلاقة وهي علاقة بالميزان علاقة مش بتنجح كتير. الاثنين بيعندوا. طيب بلاش منها دي بقى. طيب مروة هي الحوت. حوت برضو؟ شافها مواليد برج الحوت. النهارده كله حيتان. وهو الجوزاء. هو اعتقد 16/6 هو 16/6 وهي 1/3 وهي 1/3 العلاقة صعبة. صعبة لأنه هي حوت هنا عندها هي رقم واحد حتكون هي شوية شخصية قيادية كتير عندها نوع من الطموح في حياتها أكثر من بقية مواليد برج الحوت. مش شخصية برج الحوت اللي احنا بنعرفها اللي هي عايشة في عالم تاني، لا هي شوية واقعية أكتر. 16/6 دول عندهم يعني العشرية الثالثة من الجوزاء عندهم برضو كوكب أورانوس، ده بيخليهم الناس العشرية دي من الجوزاء بيحبوا الحركة والتواصل كتير غير مستقرين وما بيحبوش تحمل المسؤولية بشكل كبير، يعني من ألد أعداء الزواج هم مواليد العشرية الثالثة لمواليد برج الجوزاء، لأنه هم ما بيحبوش يتحمل المسؤولية ما بيحبوش القيود بيحبوا دايما يكونوا حرين. فصعب برضو صعب برضو أنت ما بين الحوت بيركز على العيلة بيركز على البيت، والجوزاء عايز هنا وهنا 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 وكل حتى شوية بالنسبة للعشرية الثالثة. فالتوافق بيكون صعب ما بين الجوزاء والحوت. معنا رضا. ألو. عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك عايزة أنا 30/12/62 عايزة أشوف عندي مشاكل كتير فعايزة أشوف الشغل والصحة الدنيا عاملة إزاي. تمام حاضر أشكرك. من عيني. طيب هبة. مساء الخير. مساء الفل يا هبة. إزاي حضرتك عاملة إيه؟ إزيك يا حلوة أنا تمام. قوليلي ممكن أكلمه بس عايز لي سؤال مهم جدا. اتفضلي استاذ طارق سامعك اهو. اتفضلي هبه. لو سمحت انا برج العقرب 2/11 وجوزي 9/12. نعم. بس انا من 2015 من بدايتها وانا في مشاكل كبيره جدا، دخلنا في انفصال وطلاق وخراب بيت. فعايزه اطمن ان السنه دي ان شاء الله في خير بينا وفي رجوع والظروف هتبقى عامله ازاي؟ احسن انا حياتي ضغط يعني جحيم. تمام. ان شاء الله خير. 2/11 وهو 9/12. تمام حاضر يا هبة حاضر. طيب ناخد الاول رضا 30/12 دي برج الجدي. 30/12 برج الجدي كان عندها بتقول مشاكل عايزه تطمن عايزه مشاكل الصحه مشاكل والشغل وكده. ال- 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 الجدي بصوره عامه اضافت له مسؤوليات جديده في السنتين اللي فاتوا. يعني قبل كده كانت الحياه شويه اخف بالنسبه له، لكن سنه 2017 ونهايه 2016 انضافت مسؤوليات جديده، ابتدت الحياه يعني بتكون اضيق شويه او ضيقه بتقفل على مواليد الجدي بسبب مسؤوليات مش بسبب حاجه ثانيه. بالنسبه للمواضيع الصحيه نقاط ضعف برج الجدي اكثر حاجه هي الركبه والكوع الاسنان والجلد. فدي وخصوصا الجلد بيتحسس من المشاكل النفسيه والعاطفيه والضغوط. بالنسبه ليها ممكن تكون عندها فرص كويسه السنه دي بالرغم انه فيها مسؤوليه برضه مضاعفه ومسؤوليه يعني موجوده
في السنة دي، لكن ممكن تكون عندها فرص كويسة إن شاء الله بعد حوالي 4-5 أيام لما تدخل الشمس في برج الثور، هي شوية نفسيتها تتحسن وممكن تتقبل الأشياء يعني بروح رياضية أعلى أو بتفاؤل أكبر. وكمان عندها حتكون فرص مناسبة إن شاء الله في شهر 7 وشهر 9. طيب هناخد فاطمة ومي، ناخد الأسئلة وبكان كان شوية عن برج الجوزاء وبكان نرد على الأسئلة. ناخد فاطمة. ألو. أيوة يا فاطمة. لو سمحتي، أنا برج الجدي 13/1 وجوزي برج الجوزاء 21/5. 21/5 ده مش جوزاء، ده طور. الحفة. الحفة. طيب أوكي. تمام. عايز تعرفي التوافق كمان؟ أعرف بنتي وابني. اتفضلي. التوافق عائليا، بنتي 21/9 وابني 27/4. اوكي حاضر، ماشي يا فاطمة. ناخد مي. الو. ايوه يا مي. بصي انا 5/5. ايوه. جوزي 8/8/28. جوزك كام؟ 28/8. عذراء. وانا 5/5 تور. ماشي. عايزه اعرف ايه الصفات الحلوه اللي فيا، يعني ايه المميزات والصفات الحلوه اللي فيا وفي جوزي، وعايزه اعرف اتعامل معاه ازاي. انت لسه هتعرفي مميزاتك يا مي. ايه؟ انت لسه هتعرفي مميزاتك ومميزاته، وانت اكيد عارفاهم، انت عايزه تعرفي بس ازاي تتعاملي، صح؟ يعني اعرف اعامله ازاي، ومثلا ايه مثلا ايه الصفات الحلوه يعني. طيب يا حبيبتي. حاضر، من عيني. نتكلم سريعا عن برج الجوزاء. طيب قبل ما نرد على بقيه الاسئله. نعم، برج الجوزاء هو البرج الثالث في سلسله الابراج. العنصر بتاعه هوائي، برج اجتماعي بصوره كبيره، يعني بيعتمد في حياته على التواصل الاجتماعي، التليفون، العربيه، حاجات مهمه جدا. مزاجي متقلب بشكل كبير، متهم دائما بانه ذو الوجهين، لأنه حتى الرمز بتاعه اللي هو الشخصيتين. وده غالبا يعني بيجي من بعض التناقضات الموجودة في شخصيته، يعني بيقول حاجة بيصرف حاجة تانية. ودي حاجة يعني هو بيعتبرها في بعض الأحيان نوع من الذكاء الاجتماعي. العشرية الأولى للي برج الجوزاء اللي هم من 21/5 لغاية 30/5 دول عندهم تأثير مضاعف أو مزدوج من عطارد، زي ما قلنا اللي هو كوكب الاتصالات والحركة. بيكونوا أشخاص أذكياء جدا، بيحللوا الأمور تحليل شافي جدا. بيكونوا أيضا بيحبوا الدراسات والسفريات القصيرة، ويحبوا العيلة بسرعة عامة أكثر من بقية مواليد برج الجوزاء. العشرية الثانية اللي هي من 1/6 لغاية 10/6 دول عندهم تأثير من عطارد بالإضافة للزهرة. هنا الزهرة حيديهم شوية رومانسية، حيديهم شوية حب للعيلة، للبيت، للأولاد أكثر من بقية مواليد العشريتين الأولى والثالثة. كمان حيديهم شوية نوع من الحس بالمسؤولية، وعندهم تكون ميول فنية، بالإضافة أنه هو الجوزاء ممكن يكون روائي ماهر، يعني خياله واسع، بيكتب قصص وروايات، وممكن برضو بيبدع في الصحافة، لكن هنا حنشوف أنه عندهم ميول فنية أكتر. العشرية الثالثة اللي هي من 11/6 لغاية 21/6 هنا عندهم كوكب أورانوس بالإضافة إلى عطارد. هنا حنشوف أورانوس هو كوكب الحركة والتغييرات المفاجئة في الحياة، فهم دايما العشرية دي ما بيحبوش أي نوع من الارتباط الجدي، وما بيحبوش أي نوع من القيود، بيحبوا دايما يكونوا أحرار وطلقاء. حتى لو تجوزوا، معظم الأزواج والزوجات من العشرية دي ما بيحبوش يتحملوا مسؤولية البيت، فبيكون الطرف الثاني هو المتحملها. وده بيجي بقى بالاتفاق، وبعض الأحيان بتحصل مشاكل، لكن غالبا أكثر مواليد برج الجوزاء اللي مروا علي أنا في حياتي، الناس اللي بعرفهم من العيلة، من القرايب، من الجيران، من يعني الصحاب، مواليد العشرية دي بلاحظ إنه هو أيوة متجوز، بس في عالم تاني، لا عند الولاد ولا عند الزوجة ولا عند البيت. بيجي البيت موجود، بيجي بيزبط ويربط كل حاجة، بس كمان مش متحمل المسؤولية بشكل. لازم يكون عنده عالم ويعيش فيه شوية. بالظبط. لازم. طيب نقاط ضعفه الأساسية الجوزاء إيه هي؟ نقاط الضعف عدم تحمل المسؤولية. عدم تحمل المسؤولية. الجوزاء يعني هو شخصية ذكية جدا،
واحدة من نقاط ضعفه اللي بتخليه ما بيتحملش المسؤولية أنه هو شخص مليول جدا، بيحب يقعد يتكلم عن الفكرة وينظر لمدة ساعة وساعتين وبيتكلم ويشرح وكذا كذا وحنعمل كذا وحنعمل، بيجي يعمل أول خطوة تاني خطوة بيسيب الباقي على الناس التانية وبيروح هو يعمل حاجة تانية خالص جديدة لأنه بيشعر بالملل. ملول. فبنشوف أنه هو بيعمل بعض الأحيان ده بيكون عيب ومش عيب. بيشوف بعض الأحيان أنه هو بيعمل أكثر من حاجة في وقت واحد. لو كان هو مسيطر مظبوط هيكملهم كلهم، وده غالبا ما بيحصلش، فهيعمل أكثر من حاجة في وقت واحد لكن مش هيخلص ولا حاجة. دي مشكلة. طيب نقاط قوته. القوة الذكاء الاجتماعي وقدرته على التكيف. الجوزاء من أكثر الأشخاص اللي أنا شفتهم في حياتي بسرعة، ودي عن تجربة شخصية، أنه هو ممكن يتكيف مع الناس العادية البسيطة اللي بتبيع في الشارع، وممكن يتكيف نفس الشخصية دي ممكن تتكيف مع الرؤساء والوزراء والسفراء. عنده قابلية على تغيير جلده في التعامل مع الناس. فبنشوفه محبوب برغم انه هو يعني بيقولوا عليه يعني بتاع وجهين وبالضبط، بس بنشوفه محبوب لانه الناس بتحب الناس لحد يتكلم معها. هو كلامانجي. بالنسبة بقى لأهم أو أحسن المهن المناسبة لبرج الجوزاء. المهن المناسبة يعني هو طالما من النوع اللي بيحب يتكلم كتير بيتناقش كتير وبيحلل كتير وعنده خيال واسع، أنسب المهن بالنسبة له بتكون الكتابة والنشر والصحافة والإعلام. أنسب المهن دي وبدي بيبدع فيها لأنه هو مش هيتعب من الكلام، ممكن يقعد 4-5 ساعات في برنامج يتكلم. طب وكونه ملول ده ما يخليهوش عشان ولا هو بيعيش الشخصية والفكرة من خلال الإبداع بتاعه ده، فده بيعوض له بالزبط شوية. بالضبط يعني ده هو عشان هو عنده خيال واسع يعني أنسب المهن، لأنه الصحافة والإعلام دايما مهنة متجددة، احنا كل يوم عندنا موضوع جديد. مش هنتكلم زي امبارح ولا زي بكرة. فعشان كده هو مش هيمل، يعني كل يوم عندنا حاجة، مش زي مثلا واحد دكتور طبيب عنده نفس الحالات بتجي أو بتتكرر عليه. الروتين بالنسبة له قاتل الجوزاء. الروتين قاتل جدا، بيهرب من روتينه. وعشان كده برضو في العلاقات العاطفية والزوجية لازم الزوجة خصوصا بالنسبة للرجل الجوزاء لازم تكون الزوجة زوجة وصديقة وأخت وأم وحبيبة وعشيقة وكل الحاجات دي يعني في شخص واحد. صعب يعني. ده صعب. طيب ناخد محمد على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد، اهلا بيك. الله يكرمك. انا مواليد 31/8/59. ايوه، بس يقال ان انا 25/8، مش عارفه الفرق ايه. لا يعني ايه يقال؟ يعني حضرتك اتكتبت مش في نفس اليوم اللي اتولدت فيه؟ لا ما اتكتبتش في نفس اليوم، بس في بين الفتره دي من 25 ل 31. لا قول لنا التاريخ الحقيقي. التاريخ الحقيقي 25. البطاقه 31. لا انا اتكلم على التاريخ الحقيقي. التاريخ الحقيقي ايه؟ الحقيقي 25/26/8. 25 ماشي حلو. طيب المهم سعادتك، انا من يوم ما يعني ما طلعت من الدراسه طالع من الثانويه العامه مشاكل ماليش يد فيها خالص. اخدت بال سيادتك، وحتى مع يعني بعد ما والدي ووالدتي توفى الله يرحمهم اخواتي مشاكل معايا وبتاع وقرف واي عكوسات، يعني عكوسات مستمره. اخدت بال. طيب. لكن انا بحب الشغل قوي، بحب الشغل وبحب التجاره، ومع ذلك اشتغلت في كذا تجاره وافشل. تمام، حاضر حاضر يا استاذ محمد. ناخد ساره. يا ساره، الو، ساره قطعت. طيب في مين حد تاني؟ طيب احنا اتكلمنا. طب ناخد سريعا برضو عشان نقفل ملف الجوزاء، ابرز الابراج او احسن الابراج توافقا مع برج الجوزاء. الابراج الهوائية اللي هي الدلو والميزان هيلاقي نفسه معاهم، لان هم برضو بيحبوا الكلام والمناقشة والافكار الجديدة واستفزاز الافكار في الكلام. وكمان الابراج النارية اللي هي الاسد والقوس والحمل، عشان دي ابراج طاقة والجوزاء بيحب ينظم الطاقة. بس معلش اسألك على حاجة يا طارق، دلوقتي في الجواز بقى والعيشة اليومية، هل مناسب ان احنا الاتنين نبقى عايشين في اللالا لاند، ولا لازم يعني لو في طرف بيحب التجديد والتغيير والبتاع يبقى في طرف كده عاقل وراكز وهادي عشان يعني ايه يظبط المسألة؟ يعني
هي بتفرق. طبعا طبعا، هو انسب حاجه في اي علاقه ما بين اثنين، حتى في الاصدقاء في الصداقه، انه يكون صديق ما هايبر شويه وبيحب الحركه وما اعرفش ايه، والتاني يكون شويه هادي بيفكر عشان تستمر الصداقه. في العلاقات العاطفيه برضو، في الجواز، مؤسسه الجواز دي من اعقد المؤسسات الموجوده في العالم، لان هي فيها مشاعر وفيها احاسيس واحنا بشر، وفيها التزامات وفيها التزامات واقعيه وفيها حاجات خياليه وفيها احلام وفيها طموحات، فلازم يكون في نوع من التوازن. ما ينفعش الاثنين يكونوا جدي قوي في الحياه، عشان برضو الولاد يعني يا عيني هيجوا هيشوف العيله يعني جد جد زايد عن اللزوم. ما ينفعش الاثنين برضو اللي يجوا كده يعني هم سايبين الحبل على الغارب ومش قد المسؤوليه، برضو ما ينفعش. لازم في حاجه فيها نوع من التوازن. الشخصيه العاطفيه بتحتاج شخصيه عقلانيه، والعقلانيه بتحتاج العاطفيه. تمام. طيب نرد بقى على اسئله. هبه قالت ان هي مواليد 12/11 وجوزها 9/12 ومشاكل كتير. ومشاكل كتير. 12/11 مواليد برج العقرب الفتره الثالثه، لكن 12/11 هنا عندها رقم 3 في يوم ميلادها وعندها رقم 9. دي شخصيه بتكون شخصيه كتومه شويه، شخصيه الى حد ما العقرب بصوره عامه الى حد ما محب للانتقام. ما بينساش. يعني ما بينساش وما بيسامحش. في ناس بتنسى وما بتسامحش، في ناس بتسامح وما بتنساش. هو لا بينسى ولا بيسامح، يعني انت ديد اند معايا داخل معايا. بالظبط، هم عندهم الحته دي موجوده 12. بس هي عندها المشترى في يوم ميلادها موجود اللي هو رقم 3، فده بيدي لها بتكون شخصيه. هي 2/11 مش 3/11. 12 12 11 2 زائد 1 3. ده اوكي، ده حساب أوكي. اليوم، فهي حساب اليوم. فهو 12 يعني 3 في الحساب الفلكي، فده مرتبط بالمشترى، فالمشترى بيديها نوع شويه من الحكمه، نوع يعني من الهداوه، مش مندفعه قوي في حته الانتقام دي. هو مواليد 9/12 صعب قوي التوافق من البدايه ما بين العقرب والقوس، وهو كمان قوس ومولود يوم 9، يعني 9 برضه مرتبط بكوكب المريخ، شخصية عصبية مندفعة جدا، شخصية يعني صعب التفاهم معها، صعب التفاهم معها. على الجانب الثاني هي شخصية هادية، صح رومانسية هادية، وهي أنا اللي فهمته من تاريخ ميلادها ومن سؤالها إنه هي همها مش هو بالدرجة الأولى، هي همها العيلة. هي همها العيلة، انه هي تحافظ على كيان العيلة، خصوصا لو عندهم اولاد وحاجات، فهي همها العيلة. العرب بالنسبة له زي السرطان، العيلة اهم حاجة. طيب ناخد يسرى. الو يا يسرى. طب ابتسام. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابتسام. 8/8 انا. ايوه. بنتي 23/8. بنتك 23/8. ابني الكبير 18/4. اوكي. ابني 16/3. جوزك 16/3؟ لا جوزي لا الله يرحمه، ابني 18/4. وابني الصغير 16/3. 16/3. عايز تعرفي توافقات ولا الحظ؟ كله بقى مع بعض. كله مع بعض. ما حاضر، من عينيا يا ابتسام. ناخد سارة. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا سارة. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حلوة، قولي لي. ايه طيب انا 16/9. 16/9. يعني كنت عايزة اعرف كل حاجة يعني. انتي عذراء. ايوه. انتي زيي. ماشي، اوكي يا سارة، حاضر. طيب فاطمة. ماشي. قالت ان هي 13/1 وجوزها 21/5 واولادها البنت 21/9 والولد 27/4. ناخد الاول هي وزوجها. ماشي. هي 13/1 وهو 21/5. 13/1 برج الجدي الفتره الثالثه، وعندها رقم 4 ورقم 8 في تاريخ ميلادها. 13/3+1/4 ده رقم يوم الميلاد. بتكون شخصية عندها مفاجآت كتيرة في حياتها، بتكون شخصية قوية، شخصية بتميل نوعا ما للكآبة وتجنب الناس، لكن هي شخصية برضو اجتماعية بصورة عامة وبتحب وطموحة. 21/5 ده بقى المصيبة.
21/5 هو برج أول يوم في الجوزاء واخد من التور، فالحاجات اللي مشتركة ما بينهم هي الحاجات المتعلقة بالتور بينها وبين جوزها. 21/5 من الفترة الأولى للي الجوزاء وعندهم تأثير مزدوج من عطارد من كوكب عطارد، فبيكونوا من الشخصيات اللي بتحب الحركة دايما مش مستقرة. ممكن يكون في توافق عشان هو عنده شوية من التور. حلو. طب بالنسبة لأولادها 21/9 21/9 برج العذراء تقريبا آخر يوم في العذراء، لأنه 22 ممكن يكون عذراء على ميزان. فبرج العذراء آخر يوم واخدة من الميزان، دي عندها رقم 3 ورقم 5 بتكون شخصية ماسكة الحالتين، ماسكة الحتة الواقعية العقلانية وماسكة الحتة الرومانسية العاطفية، لكن غالبا بتكون شخصية مترددة في اتخاذ القرارات. طيب و27/4 27/4 برج التور عنده رقم 6 وعنده رقم 9 اللي هو يعني مجموع 7 و2 9، بيكون شخصية عنيدة وعصبية أكثر من بقية مواليد برج التور، لكن غالبا هو شخصية برضو حنونة وبيحب البيت والعيلة بشكل كبير. طيب مي 5/5 وجوزها 28/8 5/5 مواليد برج التور الفترة الثانية، ودي زي ما قلنا العشرية الثانية عندهم الزهرة مع زحل، ما عندها شوية نوع من عدم الحصول على الحاجة بسهولة زي بقية مواليد برج التور، كمان هي بتكون في العلاقة دي أو في الجواز ده هي بتكون هي المتحملة للمسؤولية بشكل كبير. على الجانب الآخر 28/8 جوزها مواليد برج العذراء لكن عنده رقم 1، ده بيخليه شوية عنده نوع من الأنا شوية، لكن هو أيضا بيكون شخصية محللة للأمور، شخصية بتكون ذكية جدا. التوافق بصورة عامة جيد، مش ممتاز، جيد. طيب سارة 16/9 هي برج العذراء وعايزة تعرف عموما 16/9 مواليد العشرية الثالثة للعذراء وعندها رقم 7 اللي هو 6+1=7 واللي هو رقم 5 رقم برج العذراء. سارة بتكون شخصية عندها حدث، بتحس بالأشياء قبل ما تحدث، بتجي لها أحلام، بتجي لها فيجنز، رؤية معينة، بتحس بالخطر. كمان شخصية ملهمة، بتحب الأمور الفنية والجمالية، بتقرب شوية من الميزان في آخر عشرية من عشريات العذراء. كمان شخصية ذكية جدا، محللة للأمور، بتنجح في الأمور اللي هي متعلقة بالصحافة والكتابة والتلفزيون والبحث العلمي، الحاجات المتعلقة برضو بالأدوية والمركبات الكيميائية. العذراء السنة دي سنة هادية، لا هي سنة واو ممتازة ولا هي سنة وحشة، هي يعني السنة دي هادية، ما فيش لغاية دلوقتي حاجات نقدر نقول عليها واو، لكن في فرص ممكن تكون جميلة قوي في شهر 7 وشهر 9. طيب آخر حاجة ابتسام هي 8/8 وأولادها 23/8 بنوتة والولدين 1/18/4 و1/16/3 تمام. 8/8 مواليد برج التور الأسد الناري الفترة الثانية، الشخصية دي تكون عندها رقم 8 مكررة وعندها رقم 1، تعتبر شخصية متحملة للمسؤولية، وهي فعلا أعتقد ذكرت أن جوزها توفى، فتكون شخصية متحملة للمسؤولية بشكل كبير أو بتتفرض عليها مسؤوليات في الحياة بسبب رقم 8 في تاريخ ميلادها. شخصية قيادية وأم، أعتبرها أنا أم يعني قوية الشخصية في البيت. أولادها 23/8 البنوتة 23/8 أول يومين من برج العذراء عندهم رقم 5 مزدوج، شخصية ذكية جدا، شوية عصبية أكثر من بقية مواليد برج العذراء، بتندفع في بعض الأحيان رغم أنه العذراء عقلاني جدا، ما بيحبش الاندفاع وبيحلل وبيقعد يركز الأمور، بس هي عشان هي يوم 23 فشوية عندها نوع من الاندفاع. واحد منها 18/4 أيوة اللي هو النهاردة، ده النهارده 18/4 صحيح، اوكي اللي هو النهارده. مواليد برج الحمل الفتره الثالثه والاخيره، كل سنه وهو طيب يا ابتسام. مواليد برج الحمل الفتره الثالثه والاخيره وعنده رقم 9 مضاعف، بيكون شخصيه مندفعه جدا وعصبيه، لكن قلبه جدا طيب. بيبتدي حاجات في وقت واحد وما بيكملش ولا حاجه، محتاج شويه ركز، خلي بالنا بقى من العيب ده، محتاج شويه ركز. 18/3 ابنها الثاني صغير، 18/3 مواليد برج الحوت المائي الفترة الثالثة والأخيرة برضو، عندها رقم 9 ورقم 7 ورقم 2
عفوا رقم 3 في تاريخ الميلاد، بتكون شخصية مندفعة جدا، عصبية جدا، لكن أيضا شخصية هادية ورومانسية وبتغيب عن الواقع في بعض الأحيان. احنا للاسف وقتنا انتهى، واحنا كان نفسي قوي اكمل معاك في قصه برج الجوزاء اكتر من كده، عشان احنا مهم قوي الحقيقه. هو اللي مختلف دايما عند طارق ان هو بيعلمنا ازاي نتعامل مع البرج في اختلاف يعني ادواره في الحياه، يعني المدير، الصديق، الابن، الزوج، يعني مش دايما بناخد الكلام في سكه الحب والغرام والتوافق، لا احنا مهم قوي ان الواحد يبقى عارف ازاي يتعامل مع الشخص اللي قصاده. فاحنا هنكمل الثلاث اللي جاي بعد اذنك طبعا يا طارق، نكمل بقى فكره برج الجوزاء مع باقي الابراج في ادوار مختلفه يتعامل ازاي. طبعا انت هايل جدا، بتعرف تلقط الناس على طول يا طارق، مش كده؟ شكرا جزيلا. ها يعني ترتاح انت، بتعرف تعامل كل واحد ازاي تقريبا. ماشي، لازم تعلمني الموضوع ده. حاضر حاضر. انا بعتذر جدا للتليفونات يا جماعه، معلش احنا متاسفين. ان شاء الله الثلاث اللي جاي هنكمل مع طارق سعود، وان شاء الله هو تفضل يكون موجود معانا. دي كانت فقراتنا النهارده، ميرسي جدا 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 يا طارق. بعد الفاصل انتظرونا لسه باقي فقرات تانية. انضم إلي ومنورني مصممة الأزياء جهاد زكريا. مساء الخير يا جهاد. مساء النور، أهلا بحضرتك، منوراني. مرسي قوي. طبعا لو كلكم كنتوا اتفرجتوا على مسلسل أبو العروسة، ويمكن هو من المسلسلات اللي حققت نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت، بطولة السيد رجب وطبعا الفنانة الجميلة سوسن بدر ومجموعة كبيرة. الحقيقة مش عايزة أقول أنسى حد وأقول لحد وكده والكلام ده، بس الحقيقة المشهد بتاع الفرح و كانت جهاد هي اللي مصممة الفستان بتاع العروسة، والفستان ده بالذات ناس كتير قوي اتكلمت عنه وناس كتير قوي حبيته. فاحنا بقى جينا لكم جهاد بذات نفسها، هي قاعدة معانا النهاردة عشان نتكلم عن كل هذه الأمور. منورانا يا جهاد. نورك، ميرسي لذوقك. قولي لي بقى، انت بدأت تصميم الأزياء من امتى حبيبتي؟ انا بدأت التصميم من حوالي 8 سنين تقريبا. كنت بحب قوي مجال الديزاين، وبدات اخد فيه كورسات عشان انمي الموهبه. درستي يعني؟ درست، درست في كذا معهد، والحمد لله بعدها بقى اشتغلت ونجحت جدا في المجال بتاعي. وبعدها بعد ما يعني حوالي 5 سنين كده فتحت الفرع اللي في فرنسا. هو اللي فتح مجال اكتر وساعدني اكتر ان انا ابقى كويسه في المجال بتاعي. موضه السنه دي ايه بقى؟ اديني كده فكره سريعه. في الالوان، فكره ان الفستان يبقى لونه ابيض اختفت شويه، اللون الشامبين طالع موضه قوي. يبقى فيه ويفي رافلز، الحاجات دي شيك وبتبقى حلوه جدا مع البنات الرفيعه. بالنسبه بقى لام العروسه لاغيه ده كله، اهم حاجه عندها الفستان يبقى ابيض وبيبرق. فاحنا بنحاول نخلي فيه ماتشنج بين، بس شايفه ان المنفوش موضه طبعا. راجع موضه، موضه جدا. فكره الميري ميد، ممكن نشوف شويه صور الاول قبل ما نبتدي نشوف المودلز اللي موجودين معانا في الاستوديو. ممكن نشوف شويه من الصور اللي ننزلها على الشاشه قدامنا. تمام، اهي قدامنا. ده انا وولاء الشريف في مسلسل ابو العروسه، ده فستان ابو العروسه، فستان منفوش. هو لايت شويه، مش باينه ولاء الشريف. جميله ولاء. هو داخل فيه ماتيريال الابيض مش شامبين، لان هم كانوا عايزين فستان عروسه ابيض. والانتنست حلوه برضو فيها. منفوش نفشه وسط، لا هي عاليه قوي ولا صغيره، والحمد لله الفستان عجب ناس كتير جدا. لا بس بصي، اللبسه بتاعت الكورساج برضو بتفرق جامد. طبعًا جدا طبعًا. هي دي اللي بتفرق، بتبين الفستان الحلو من الفستان اللي مش مظبط، لبسه الكورساج على الواحد. صح، وده باين قوي الحقيقه في الموضوع. وده بقى ده الماتيريال بتاعته ايه؟ انت نيست، الشبك صغير، هو عش النمل، وفي ساتان المط الايطالي، وداخل فيه تول بسيط، والشوبير كله مطرز هاند ميد لولي. طبعا مهم قوي ان ده من هو بس من قدام شويه، مقرب شويه من قدام. الله، الفستان اللي بتديل ده. الفستان دوت داخل فيه الجوبير المحفور، وبديل طويل، وكله من قدام ومن ورا جوبير، مش داخل فيه اي حاجه غير الجوبيره المحفوره. ومتقفل كله بكم. الجوبير ده اللي هو دانتيل مش كده؟ بس حاجة أتقل من الدانتيل. الدانتيل أخف شوية، الجبير ده محفور وأتقل. أتقل شوية. ده موضة جدا السنة دي. ده. بس ده بيتخن. لا مش بيتخن، حسب الرسمة بتاعت الديزاين. هو ده؟
هو هنا من قريب. انا دايما كنت متخيله ان الدونتيل يعني احنا انا ما اعرفش انا بسميه دونتيل جيبور انا مش عارفه اللي هو واضح ان هو مش دونتيل قوي بس بيتخن ان هو بيبقى ناشف شويه عنه. في منه طبقات في المحفور الناشف وفي الخفيف اخف يعني حسب ما البنوته بتطلب. في بتطلب الخفيفه الناعمه في بتطلب الثقيله المحفوره. طب ما نشوف بقى المودلز اللي موجودين معانا ممكن ندخل اول موديل اتفضلي ورينا بقى كده. ده بقى فيه الشامبين زي ما انت قلتي. ده لون الشامبين موضة قوي والجبيرة اللي فيها فيها ليزر فيها لمعة شوية بديل طويل جدا 3 متر عاملة سابرينة واسعة لان البنوتة مش تخينة. ده مهم بقى فكرة ان انت بتختاري ايه اللبس المناسب او الموديل المناسب اللي عليكي. تمام. لو العروسة مليانة شوية ما ينفعش سابرينة من فوق لانه الستر. بيعرض البنوتة رفيعة نلعب فوق شوية عشان نعرضها مليانة بنقفل شوية عشان ما يبقاش بندي عرض للبنوتة المليانة. طب الفي مش بيسحب الحتة دي؟ الفي حلو جدا للبنوتة المليانة حلو جدا بيسحب كده الشكل من هنا ويلم لكن السابرينا الواسعه بتعرض بالظبط. هي هنا الـ هو ده القماشه نفسها ابيض بس انت بطنه بالشامبين. برافو. الجبيره ابيض كل الجبير اللي فيه ابيض اللي هو لون السنو بس انا عامله البطانه شامبين عشان يبقى برده ماتشنج ما يبقاش غامق قوي لانها فستان عروسه. طب نلف بقى كده عشان نشوف الديل لان الديل لوحده انا شايفاه من هنا قصه. الديل يعني قصه فعلا طويل جدا الديل. بس قولي لي بقى الفستان تقيل في الحركه؟ هو الفستان ده ويفي الويفي عامه بيبقى تقيل فهو فعلا الفستان ده تقيل. في بنوته بتبقى اهم حاجه عندها الفستان يبقى ريتش مليان ماتيريال ويبقى ويفي كبير وديل طويل مش هتعرفي تتحركي. لا انا حابه كده مع ان طلعت فتره ان كان عارفه المسكين التول الخفيفه عشان العروسه تعرف تتنطط وتروح وتيجي براحتها. حلوه جدا بس دلوقتي اتلغت كله الويفي والرافلز والجوميهات التول ده خلاص. انا شايفه فيلونات انت عامله الديل في 2 فيلون قبل ال 3 فيلون احنا عشان بس قبل الديل كله لما يبقى ده طوله كام بقى الديل وانت مستخدمه الموتيف بتاعه الموتيف بتاعه الدريس نفسه مستخدماه في الديل. الموتيف بتاعه ده اللي حطاه على الديل بالظبط. اوكي زي اتفضلي ناخد اللي بقى. وانا شايفه دلوقتي العرايس كلها بقت بتلبس بتفك شعرها. انا كنت ده كانت فرصه امل حياتي ان انا اعمل شينيون ما عملتوش في الفرح. اتفضلي. ده اوف وايت. ده اوف وايت بقى كله داخل فيه الليزر الماتيريال اللي فيها لمعه برضو الجوبيره ومطرزاه من فوق كله تطريز هاند ميد. يعني دلوقتي الموضه تطريزات الحاجات السامبل دلوقتي اتلغت خالص. ده بايات؟ ده بايات اللي هو النعم مش خارج النجف مش خرز ده بايات. بايات فعلا بايات خفيف فعلا اللي هو يديك الرفليه من بعيد من بعيد في الاضاءه بس اللمعه بايات بيبان بس في الاضاءه لكن تيجي تقربي من الدرس نفسه انت مش هتشوفيها غير في الاضاءه. بس الاوف وايت ده ليه سوق في مصر؟ بحس دايما ان احنا عندنا في مصر بتحسي ان العروسه لازم تلبس ابيض خالص لغت خلاص. عروسه جايه اوف وايت شامبين عارفه ان الابيض موضه وخلاص ادمت جوازه اولى. جوازه اولى والنبي. طيب هي الام اللي عايزه الابيض عايزه تفرح بنتي. عايزه فستان ابيض بنفضل نقنعها لغايه لما تقتنع ان فعلا الاوف وايت والشامبين هو الموضه. خلينا نتكلم بقى عن الموديل ده شويه. ده كات ده اللي هو الموديل كات بس ده موديل خفيف بس في من قدام رافلز شويه برضو. الرافلز دي عايزه بنات رفيعه لانها لو رافلز كتير في بنوته مليانه بتتخن. اللي هي الكسر بالظبط الكسر عشان نبقى الناس على الكسر البيسيهات اللي قدام دي بالظبط. طيب نلف بقى كده ظهرنا من فضلك. ايوه بس ده خفيف الصراحه يعني حركتها بصي هي حركتها خفيفه بيه مستريحه. وكل اللي انا الموديلات اللي انا جايباها بعد كده بقى خفيفه. انا عامله واحد تقيل بس عشان اعرف ان في موديلات تقيله وفي موديلات خفيفه حسب طلب العروسه. بفضل اقنعها ان هي لازم تبقى الموديل خفيف شويه الديل يقصر شويه هي حابه كده. كل واحده ورغبتها. هو ده ميزته ان هو سامبل قوي وسهل جدا وخفيف وتحسي ان هو منه فيه يعني. هل في موديلات بيبقى احسن لها انك انت تعمليها دو بياس قطعتين؟ يعني جيب لوحدها وبستيه ما يبانش لما يتلبس بس. عملتها كذا مره وفي موديل بعمله ميري ميد وعليه الاكستنشن مقفول منفوش. تفتح بعد كده تتحرك بقيه الفرح بالظبط. ميرسي ميرسي. بياخد منك الفستان قد ايه؟ شهر. طب ده مش كتير والله. لا مش كتير. ودلوقتي بقينا بنطرز الشوز مع الحاجات اللي بتتحط في الشعر الاكسسوار مع الدريس كله يبقى شكل واحد
يبقى ماتشينج كله مع بعض بيدي شكل احلى وارقب كتير. انواع الاقمشه بتختاريها ازاي؟ حسب طلب كل بنوته. في بنوته بتبقى حابه الفستان بيبرق، نفضل نطرز بقى هاند ميد الحاجات السيلفر. في بنوته تبقى عايزه حاجات سيمبل، يبقى لولي كريستال، حسب الطلب. بس هي الموضه دلوقتي اللولي والكريستال، السيلفر قديم شويه. موضه السيلفر قوي ده قدمت شويه. بالنسبه بقى للموضه السنه دي الشوبير. هو ده اخر موضه ده في كله، حتى فساتين السهره والفساتين، حتى الكوكتيلات منزلينها والعادي يعني عاملين منه اشكال مختلفه. الالوان بقى السنه دي بعيد بقى عن الالوان غير الفساتين العاديه، فساتين السهره الالوان، البيبي بلو طالع موضه حلوه قوي قوي. البيبي بلو عامل ضجه جامده. انا عملت لون فستان ابو العروسه هاجر اخت العروسه. ايوه عملته معانا صورته اعتقد. نشوف اللي أنا هو خضيت من ضجه الفستان، السوشيال ميديا كلها هو ده مظبوط بالظبط. ده بينك الفستان، السنه دي البينك فعلا، والبيبي بلو كله جوبير، والبيربل اللي هو الدرجه اللي ما بين الازرق والموف، الدرجه اللي في النص دي برضو موضه جدا، ومدخلين في الاوف وايت. اوف وايت حلو قوي فعلا. فستان كيوت قوي كيوت، وبعدين هي اصلا كان دورها في ثانوي يعني مناسب للسن وكل حاجه. لا ده كان فستان كيوت قوي الحقيقه يعني. معانا اعتقد صور تانية برضو، ناخد جوله كده في بقيه الموديلات بتاعت جهاد. ده برضو فستان فرح. ويفي حلو قوي ده. نفس اللي كانت بنوته لابسه دلوقتي. الويفي. برضو تقيل. في بنات بتحب الحاجات التقيله الريتش، في بنات بتحب الحاجات الخفيفه اللي تعرف تتحرك فيها. بس ده برضو حلو. ده لونه شامبين، داخل فيه الجبيره فيها سيلفر بس هي مش باينه قوي في الاضاءه. حلوه جدا، بعشق برضو الديزاين ده، من الديزاينات اللي انا بحبها. بس ده في الجنبين بس، حتتين بس كده في الجنبين. كسرتين في الجنب بس، ده عايز حد رفيع متهيألي. بالظبط نازل اي لاين. ده فيه فلاور مترس، فلاور حلو جدا الديزاين ده. النفشه بقى منفوش نفشه سندريلا، لا هي لا كبيره قوي ولا صغننه قوي، نفشه في النص. طيب احنا الموديل رجعت معانا بقى نشوف. طب نستنى الاول نشوف ده قصير. ممكن ترجع لي صوره تاني بليز يا احمد؟ ده قصير من قدام، هو في فعلا اللي ورا اطول شويه من اللي قدام. وداخل فيه ماتيريال الجبير المطرز. تمام. طيب الموديل ممكن تتفضل بقى معانا بالفستان التاني. اتفضلي. ده ليزر السيلفر. ده سامبل. سامبل كل شغله في القماش. بالظبط الماتيريال بتاعته هي اللي عامله، هي البطله بالظبط. وده بس مفيش طرحه صحيح، فين الطرحه؟ هو طبعا كل ديزاين الديزاينات ليه طرحه شبهه بالظبط. سواء طويل الديل طويل يبقى الطرحه طويله، الديل قصير يبقى العكس، الديل طويل طرحه قصيره، مفيش ديل يبقى طرحه طويله. طويل حسب شكل الدريس. بس كلهم دلوقتي معظمهم بيشيلوا الطرحه بعد ما يخشوا بالاول الزفه والدخله الاولانيه، وبعدين كله يشيل الطرحه وايه؟ حقيقه. ويرقص. يشيل الطرحه ويرقص. طيب ممكن ناخد تفاصيل برضو الفستان من فوق لتحت. في فيونكه وده الصدر بتاعه كاري مش كده ولا ده ذكر قلب. بالدونتيل كده من فوق. تمام. وممكن ناخد الظهر، ممكن تلف لنا. برضو ده فستان حركته سهله. تمام. بصي الكمام، هي الكمام فيها حركه. اوكي من نفس الماتيريال. قولي لي بقى بشكل عام لما بتجيلك العروسه بتقعدي بقى ترغي معاها الاول وتتكلمي معاها وتشوفي هي طبعها ايه وعايزه ايه وذوقها ايه، ولو اختارت حاجه انت شايفه ان هي مش هتناسبها تعملي ايه؟ بقول لها ميرسي ليكي. بقنعها طبعا. برسم لها الاول الديزاين على الكمبيوتر بمقاسات جسمها. وبفهمها لو الوسط قصر شويه الديزاين هيبقى احلى عليكي، لو الوسط بالعكس لو هي تخينه الوسط يطول شويه ينزل اي لاين يبقى اشيك عليكي. في واحد اخير. ناخد اتفضلي معانا، ناخده سريعا جدا. ده رافلز، الرافلز بتاعته قصيره برضو بيناسب البنات الرفيعه.
ده برضو فستان طولين يعني. والله ده ممكن تبقى تشيل بقى تحت وتخلي فستان قصير بعد كده. ينفع بعمل كده. تعيدي استخدامه مرة تانية. تمام يعني. وكل الفساتين اللي بديل بيبقى ليها زرار بتترفع وتتركب. تبقى من ورا شكلها كده. بالظبط عشان تعرف تتحرك بسهولة. بالظبط. ممكن تدينا الظهر بليز. ايوه. طب انا عاجبني القفله اللي فوق اللي هي كريس كروس دي اللي انت عاملاها زي الكورساجات بتاع زمان اللي بتتشد دي. هنا الكورساج هنا مبطنه جدا عشان بنوته رفيعه. خمس ست طبقات عامله في البوش. هي القماشه برضو ده سوتاج؟ لا اللي هي القماشه نوعها دونتيلا ايطالي. دونتيلا ايطالي. بتبقى سوتاج. شكلها كده. مش سوتاج. اوكي انه بارز شويه. مظبوط ولا هو البارز الكب؟ الكب. اوكي ميرسي حبيبتي. شكرا برضو اللعب في الماتيريال. انا شايفه ميرسي جدا جدا لوجودك يا جهاد. وميرسي انك انت بتعملي تصميمات لطيفه كده للعرايس وانك بترفعي برضو اسم مصر في اماكن تانية وفي مجالات احنا صعب علينا ان احنا نقتحمها بس انت ليكي وجود فيها. فانا متشكره جدا لوجودك. نورتيني وتشرفت بيكي. ميرسي. دي كانت فقراتنا النهاردة. بعد الفاصل الفقرة الطبية واشوفكم ان شاء الله بكرة على خير. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار. تكميم المعدة بالمنظار. تحويل مسار الاثني عشر. التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي محمود محمد المغاوري إبراهيم محجوب. وزني 140 كيلو. عمري 49 سنة. بعاني من الضغط والسكر متلازمين. ما فيش انتظام في هبوط في ارتفاع. تابعت الدكتور كريم صبري فقررت ان انا اروح له في العياده. وما رحت العياده اتاكدت من الكلام ده اكتر وقابلته شخصيا. قرر لي عمليه تكميم معه وان شاء الله استنوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هقول لكم الدور المهم لعمليه تكميم المعده كعلاج لمرضى السكر اللي هو السكر الخفيف. يعني السكر اللي هو بقاله فترة قريبة. السكر اللي هو ماشي على أقراص. السكر اللي هو من النوع الثاني. الحقيقة طبعا تكميم المعدة بتبقى شفاء تام. مش لازم نعمل تحويل مسار في الحالة دي. لكن احنا بنلجأ لتحويل المسار في بعض الحالات. يعني الحالة دي ينفع تتعمل برضو تحويل مسار. لكن تحويل المسار احنا مخليها للسكر الغير منتظم تماما. يعني جرعات عاليه من الانسولين. ابتدينا ندخل في مضاعفات سكر بقاله فتره كبيره. لا طبعا هو بيبقى فعال زي التكميم. لكن احيانا برضو بنعمل تكميم المعده كعلاج فعال لمرضى السمنه ومرضى السكر. السكر اللي هو يعني في بداياته او السكر اللي هو يعني ماشي على جرعات يعني صغيره من الاقراص. الحقيقه طبعا ان معظم الناس اللي هم مصابين بالسكر بيكون سكرهم من النوع الثاني. 80% تقريبا من الناس مرضى السكر بيبقى سكرهم من النوع الثاني. جزء كبير جدا منه بيكون بسبب الدهون المتراكمه او السمنه المفرطه. لما بننزل الوزن والوزن يرجع لوضعه الطبيعي الدهون بتقل، مناعه الانسولين بتقل، وبالتالي البنكرياس يرجع ينشط ثاني ونوقف العلاجات بتاعه السكر. وبالتالي تكميم المعدة بتبقى مفيدة جدا في حاجتين. بتنزل وزننا مظبوط وبتعالج السكر المصاحب للسمنة المفرطة. هي فكرتها بنصغر حجم المعدة إلى جزء صغير. الجزء الصغير ده بناكل فيه بنشبع منه بسرعة. ما بنجوعش على فترات كبيرة. هرمون الجوع الوضع بتاعته قلت جدا لأن احنا شلنا الجزء المسؤول عن إفراز جزء كبير جدا من هرمون الجريلين. وبالتالي العملية
فعالة في إنقاص الوزن، فعالة في علاج مرضى السكر، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن، يعني بنقعد 12 ساعة في المستشفى من بعد العملية، بنخرج بنقعد يوم في البيت، ننزل شغلنا بعد فترة قصيرة جدا، ممكن نمارس رياضة بسيطة كده في أول شهر اللي هي يعني حاجة بسيطة زي المشي أو الجري البسيط، وبعد شهر ممكن نرجع لحياتنا الطبيعية التامة في الرياضة العادية خالص وشغلنا الطبيعي زي ما قلنا بنرجع بعد يوم من إجراء العملية. إن شاء الله نطمنكم على أستاذ محمود ما بعد إجراء العملية ويقوم بسلامة إن شاء الله. بالتوفيق، ربنا يوفقك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني النهاردة هوريكو إن شورت عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي أول خطوة فيها إن إحنا بنعزل المعدة عن مجموعة الدهون اللي حواليها اللي هي دي. ده باستخدام جهاز الجشور أو الهرمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الأحيان. هي طبعا إحنا المعدة دي هيتم تصغيرها إلى 80% من حجمها. دي قبة المعدة زي ما إحنا شايفينها. دي قبة المعدة الحجم الكبير ده. دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العملية. طبعا دي الدباسة اللي احنا المستخدمة. الدباسة دي عبارة عن يعني آلة بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي او اقل. الحقيقة طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعدة الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقة اللي بتدبس بيها الدباسة. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عبارة عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينة بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعدة الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصورة اللي احنا شايفينها دي هيتم عزل المعدة الى جزئين. الدبوس طوله 6 سنتي. بعد انتهاء ال 6 سنتي دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعدة الى نهايتها. تبقى عبارة عن جزئين. ما بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعدة، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهاية المعدة. ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعدة المتبقية. ده شكل المعدة بعد التدبيس. خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيرة. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبة المعدة بحيث ان مبقاش ده مساحة ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العملية. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده. بنقفل بوابة المعدة الخارجية وبنحقن مادة زرقاء بقوة عالية. بنخلي المعدة عبارة عن زي البالونة. اتفضل. بالمنظر ده احنا عاملينها زي البالونة دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها، بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعدة تبان بعد كده. هي دي ببساطة تكميم المعدة. وده شكل المعدة ما بعد تكميم المعدة اهو، عامل زي المزايا الصغيرة بالشكل ده، بحيث ما يكونش فيه اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامة. شكل المعدة صغير زي ما احنا شايفين. قبة المعدة احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصة ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العملية. اسمي محمود محمد المغاوري. الحمد لله لسه عامل عملية تكميم مع الدكتور كريم صبري. طلع من العمليات بقالي ساعة ونص والحمد لله حاسس بتحسن جدا
أنصح أي حد يعاني من مرض السمنة أو أي مشاكل في الضغط والسكر، التخدير كان فوق الرائع، ما حسيتش بأي حاجة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ محمود الحقيقة احنا مطمنكم عليه بعد العملية بعد تكميم المعدة، احنا لسه الحقيقة ما عدناش ساعة ونص ما بعد العملية. طبعا احنا إعادة الريهابليتيشن أو الإعادة للنشاط الطبيعي المفروض ان هو يعني سريع ما بعد عملية تكميم المعدة. زي ما قلنا تكميم المعدة هي عملية فعالة في إنقاص الوزن، فعالة في علاج مرضى السكر اللي هم يعني ماشيين على علاجات أورال يعني عن طريق الفم، لسه ما بياخدوش إنسولين بجرعات كبيرة. طبعا التكميم عملية فعالة في إنقاص الوزن لأن هي بتخلص من جزء كبير من المعدة اللي هي طبعا بتخلينا بنجوع بسرعة بسبب إفراز الغدد اللي هي بتبقى في قبة المعدة لهرمون الجريلين. ما تبقى من المعدة بيبقى كافي يعني لأكل كمية صغيرة، بنشبع بسرعة ما بنجوعش على فترات كبيرة. الحقيقة طبعا المتابعة ما بعد العملية احنا يمكن بيقعد 12 ساعة ما بعد العملية، بيخرج بالسلامة وبيقعد يوم في البيت وبينزل نشاطه الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية. الحقيقة الرسالة اللي عايز أقولها إن العمليات بسيطة جدا، تحضيرها يعني سهل، العملية نفسها سهلة، يمكن احنا في خلال ساعة ونص ما بعد العملية الأمور الحمد لله كويسة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مساء الربيع، مين فينا ما بتحلمش ان بشرتها تفضل طول العمر في ربيع؟ مش عايزين نقرب للخريف، الخريف حاجات تقع وحاجات تتهدل، كلنا نفسنا يبقى بشرتنا طول العمر ربيع ربيع ربيع. النهارده هنتكلم في فقرتنا عن كريم يكاد يكون اقوى من اقوى الكريمات الموجوده التجميليه الرائعه دلوقتي على الساحه. كريم بيعالج 6 عيوب في البشره، كريم قوي جدا عامل ضجه، تقريبا ستات مصر كلها سمع عنه وعارفاه كويس قوي، ماسي دورو جولد. اسمحوا لي هرحب بالضيفه دكتوره دينا. دكتوره دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي لمجموعه شركات ماسي فارم. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا حنان، نورونا. ميرسي يا حنان. دكتوره، الطفره بتاعه الكريم اللي نازل ده بجد مكسر الدنيا، انتم مكسرين الدنيا، دي حقيقة. دي حقيقة. كل الناس تتكلم عنكم، ازاي الكريم ده بيرجعني بشرتي شباب تاني او بيبيني اصغر 10 سنين؟ ازاي بيعمل ده؟ اولا هو ماسي دورو جولد يعني في حاجات كتير قوي بتميزه عن اي برودكت تاني في الماركت، اولهم طبعا ان هو فيه 56 مكون. نعم، متكون من 56 عنصر بالظبط. بالظبط، فال 56 عنصر دول قدروا ان هم يشتغلوا على كل مشاكل البشره، من التجاعيد، الهالات السوداء، الكلف، النمش، اثار حب الشباب، كل ده قدر ماسي دورو جولد ان هو يشتغل عليه. بلس كمان انه ماسي دورو جولد ليه سر تركيبه. يعني ايه سر تركيبه؟ احنا قعدنا 6 سنين ابحاث نعمل ماسي دورو جولد، كيميائيين، واستخدمنا ماشينز معينة، أساليب تعقيم معينة لماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد مكون من 56 عنصر. مظبوط. جوه الإزازة دي، جوه الإزازة دي تحتوي على 56 عنصر مهمين جدا لبشرتي. بالظبط كده. فماسي معمول، في ناس كتير بتفتكر ماسي ست يعني كريم ليل، مجموعة، كريم نهار، سيرم للعين. لا، هو إزازة واحدة بس، اسمها بس أجيبها. أيوة، هو ماسي دورو جولد هي بوتل كده واحدة، بامب
120 ملي بستخدمها لكل مشاكل البشره اللي احنا اتكلمنا عليها ولسه ان شاء الله نتكلم عليها باستفاضه اكتر، وكمان بستخدمه الصبح وبالليل، بيغنيني تماما يا حنان عن اي كريم او كريم سيروم داي نايت السكراب اللي انا بغسل بيه كل اسبوع، كل الخطوات اللي بتهلك بشرتي دي خلاص مش هعملها تاني. بالظبط كده، هي مش بس كده، هي الفكره ان هو ده تسهيل، يعني انا مثلا لما انا يبقى قدامي 4-5 كريم مثلا المفروض ان انا احطهم على مدار اليوم، لا يعني انا هفتكر احط واحد والتاني خلاص بكسل اصلا، هو اسبوع بمشي على الخطوات وبعدها ما بكسل. بالظبط كده بالظبط. فلا ماسي قدر ان هو يغنيكي عن كل الكريمات وكل السيروم، استخدامه سهل جدا الصبح وبالليل. على فكره حلو جدا الصبح لان هو فيه ماده اسمها تيتانيوم دايوكسيد. اهم مكونات، معلش يا دكتور، لا ولا اهم مكوناته اللي بتميزه، يعني المكونات اهمها ايه بقى؟ انا عارفين دول 56 بالظبط. احنا هنتكلم على اهمهم طبعا، اهمهم وده اللي جاي من اسمه حتى، ماسي دورو جولد معروف بكريم الذهب. جزيئات الذهب، جزيئات الذهب في ماسي دورو جولد انا بعتمد على جزيئات، انا مش بعتمد على ميه ذهب، انا مش بعتمد على ان هو ماسك ذهب ان هو بيتحط وبيتشال، لا ده ذهب 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 عيار 23. جزيئات الذهب دي اولا بتساعد تماما على تنشيط الدوره الدمويه، بتحفز الكولاجين وبالتالي بتشتغل على التجاعيد، وبيشتغل كمان مضاد لعلامات التقدم في السن، بيشتغل على التفتيح من الدرجة الأولى لأن هو بيقلل مادة عندنا في جسمنا اسمها الميلانين. الميلانين ده كل ما بيزيد كل ما للأسف يسبب البقع والتصبغات. ده بيحصل للحوامل يا دكتور، بيحصل يعني الحالات بقى الستات الحامل، لأنه كان في ناس بعت على الصفحة هو الحامل تستخدمه إزاي وإمتى؟ الحامل برضو بتتعرض لمشكلة من مشاكل البقع اللي هي بنسميها الكلف، كلف الحمل، كلف الحمل يا إما بيجي أثناء فترة الحمل يا إما بعد الحمل. فحلو جدا يعني ماسي دورو جولد أستخدمه بعد الشهر الثالث، يعني أكمل 3 شهور من الحمل واستخدم ماسي مفيش فيه أي مشكلة، آمن عليها بشكل آمن جدا، مفيش فيه أي آثار جانبية، فطبعا مفيش حاجة. عايزين نتكلم على العروض اللي أنتم مكسرين بيها الدنيا بقى عشان الناس تلحق العروض. أكيد طبعا، احنا بجد خلاص طبعا اوشك العرض بتاعنا على النفاذ يعني خلال ساعات قليله جدا. ماسي طبعا عمل يعني مفاجأة حلوه وعمل حاجه حلوه كانت كتير ناس بجد مستنياها، وهو ان اي حد حابب يشتري ماسي دورو جولد هياخد عليه خصم على العلبه الواحده 35%. 35% خصم بالظبط كده، واللي حابب ان هو يشتري علبتين من ماسي هياخد عليهم الثالثه هديه. عرض جميل، فده عرض جميل. وكان كل الناس يا حنان بتسألنا طب يا جماعة احنا عايزين عبوة صغيرة، احنا طب عايزين خصم، فطبعا دي كانت فرصة كويسة قوي ان كتير جدا من العملاء استفادوا بيه، وان شاء الله اللي ملحقش يلحق بس خلال الساعات اللي جاية بإذن الله يحصل عليه ان شاء الله. نلاقيكوا فين؟ فين بسرعة يعني ندور عليكم نجيبكم منين عشان احنا اي حد يقدر يتواصل معنا من خلال الارقام اللي مكتوبة على الشاشة، في ارقام خاصة بجمهورية مصر العربية يعني كل محافظات مصر والقاهرة، في ارقام خاصة بجميع انحاء العالم، وارقام خاصة بدبي الامارات، وبرضه لينا صفحات كتير على السوشيال ميديا، كل ما هو ماسي دورو جولد يقدر يطلبه من على السوشيال ميديا، مفيش مشكله. المنفذ الوحيد بالظبط، احنا المنفذ الوحيد، ما بنشتريش من مكان تاني خالص، لا مش خلال ارقام التليفونات اللي هتتعرض، مش هتوصلي له يعني، هو ده من خلالنا بس. تمام، يعني مفيش حاجه تطلع كده في طريقنا كده ولا كده. لا لا تمام. امتى بستخدم؟ ببتدي من امتى؟ ايه المراحل العمريه اللي انا ببتدي استخدم فيها ماسي؟ يعني امتى بحس ان ماسي ده انا هقدر استخدمه من دلوقتي؟ لا في ستة عندي أكبر هتقدر تستخدمه، لا في بنوتة أصغر هتقدر تستخدمه، من إمتى؟ تمام، هو ماسي دورو جولد بس إحنا بنقول عليه منتج علاجي تجميلي ووقائي. إيه ليه أنا مثلا بستخدمه من سن صغير من 18 سنة؟ طب ناس كتير بتستغرب، طب 18 سنة ليه؟ 18 سنة ده عشان أستخدمه بشكل وقائي يحميني من علامات التقدم في السن، يأخر ظهور التجاعيد. برضو الناس الصغيرين مثلا هما من سن 18 بيبقى مثلا في ستريس شوية، فيحصل مثلا هالات سودة، ممكن لو بنتعرض للشمس كتير بيبقى فيه بقع، لو بيعملوا كمان دايت يا دكتور وبيخسوا وبينزل بيبتدي فيه تجاعيد على فكرة برضو في السن الصغير، بقت حاجة منتشرة جدا. في عوامل كتير فعلا بتأثر على البشرة من سن صغير، فحلو ان انا استخدمه من سن 18 سنة كعلاج كوقائي، او لو عندي بعض المشاكل البسيطة طبعا يقدر يحلها في خلال 6 شهور. بالنسبة مثلا بقى لو
مع السن ان احنا مثلا بنكبر او كده بيبتدي يظهر عندنا تجاعيد سطحيه، بيبتدي يظهر عندنا خطوط تعبيريه. طبعا ماسي دورو جولد بقع جامده او نمش. ماسي دورو جولد قدر ان هو طبعا يعالج كل المشاكل دي مع السن الكبير شويه في خلال 6 شهور. بعد 6 شهور تختفي تماما كل المشاكل دي. دكتور احنا هنتكلم دلوقتي عن بديل الفيلر والبوتوكس. يعني انا سامعه الناس تقول ان هو خلاص بقى بديل لفيلر وبوتوكس، معقول انا مش هقدر يعني بعد كده مثلا لو انا متعوده على الحقن مش هحتاج للحقن، ولا ده ممكن يساعد لو انا بحقن هيساعدني فبان انا اطول شويه؟ يعني كلمينا شويه عن الفيلر والبوتوكس والناس اللي بتحقن، ده موضوع مهم قوي. اكيد هو ماسي دورو جولد ينفع في الحالتين. انا دلوقتي لو هنتكلم بس عن فئه ناس ان هم بيحبوا الحقن، تمام، انا عايزه احقن، انا متعود مثلا احقن فيلر وبوتوكس، حلو قوي ان انا استخدم مثلا كريم زي ماسي دورو جولد ان هو يعزز الفيلر. يعزز الفيلر ليه يعززه؟ لان هو فيه هايلورونيك اسيد، فيه كولاجين كتير قوي من الاحماض الامينيه اللي هي بتحفز انتاج الكولاجين. فماسي دورو جولد مع الفيلر والبوتوكس يعززه، وبالتالي يطول التاثير بتاع الفيلر. الفيلر بيقعد 6 شهور، فهو يخليه يقعد مده اطول من 6 شهور. يعني مش هبقى محتاجه كل 6 شهور اروح احقن. بالظبط، بتطولي المده اكبر من كده. تمام. لكن في حالات بيوقف، يعني في حالات لو هي اقل شويه، لو التجاعيد والرينكل بدأ من بدري وصغيره وسطحيه، ممكن بتتعالج مع بقد ايه بقى؟ ما اخد كام عبوه عشان ابقى تمام؟ هو بالنسبه بقى للناس او فئه الناس مثلا، انا مثلا في ناس كتير على فكره بتخاف من فكره الحقن، اللي هو مش سهل ان انا اتقبل حاجه بتتحقن في الوش. فماسي دورو جولد استخدامه لو تجاعيد سطحية أو خطوط تعبيرية، استخدامه لمدة 6 شهور يقضي تماما على التجاعيد السطحية. لو تجاعيد عميقة شوية بيستحسن ان احنا نستخدمه لمدة سنة، يعني بنكرره مرتين، بنجيب علبتين. بالنسبة بقى عشان برضو نبقى فرق، ان احنا التهدلات او الترهلات الجامدة اللي بتبقى في الوش دي تبقى محتاجة عمليات. يعني انا مش هقدر اقولك ان ماسي يعني حد عنده ترهلات جامدة. لا، الترهل والتهدل ده بقى بالظبط كده بيبقى ليه طبعا شغل تاني، جراحة تجميل تاني. بقى خلوا دكاترة التجميل ياكلوا عيشوا. قفلتوا عليهم في الحتة. لا خالص. فكنت بكلمك بس بالنسبة للتجاعيد العميقة شوية، ممكن بقى بنستخدم منه علبة لمدة سنة. تمام. دكتور هنروح لتقرير. اوكي، اتفضلي. نشوف التقرير ده ونرجع تاني دي. خلاص، اوكي. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. Maisy Dora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maisy Dora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف
ومقرها دبي الإمارات. ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ولسه مكملين ومعانا الدكتورة الجميلة دينا نجيب. دكتور عايزين نعرف بقى الكريم ده مرخص منين؟ يعني عايزة اطمن كل واحدة عايزة تستخدم ده، عايزة تبقى مطمنة ويبقى ايه من عليه. هو من حق اي حد ان هو يعني يستعمل اي برودكت بشكل امن، يبقى فيه ضمان على كده. الضمان ايه؟ ان انا البرودكت ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية، تمام، مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، مرخص كمان من حكومة دبي الامارات، تمام. فانت عندك ماسي دورو جولد مرخص من ثلاث جهات مختلفة يخلوكي تستعملي ماسي بشكل آمن جدا وبدون أي أثار جانبية ولا مطمنة. بالظبط كده، تمام. عندي الإحساس بقى ولا بستخدمه، يعني أحط كمية قد إيه؟ الكمية دي هتناسبني ولا لا؟ تمام. كده حطيت كتير؟ لا كده حطيت أقل؟ تمام. عايز أعرف يعني أنا هستخدمه إزاي وإمتى وهبتدي من فين لفين لو وبعدين مش عايزها تخلص بقى، دي كلها جواها ذهب وانت عارفة ستات يموتوا في الذهب. فعايزة بشرتي تستفيد منه. صح. أكيد طبعا. هو ماسي دورو جولد استخدامه بيبقى الصبح وبالليل مرتين في اليوم، حتى بيبقى مكتوب على العلبة morning and evening، تمام. فبستخدمه الصبح وبالليل من 4 لـ5 ضغطات، ببتدي ان انا اضغط بيهم على كف ايدي واوزعهم على بشرتي، تمام. من الخدود الاورعه الدقن وكمان الرقبه، مظبوط، تمام. ببتدي بقى من عند الخدود مثلا، من جوه، من عند الانف لبره، حركه عاديه جدا. والكريم كمان يعني مش محتاج ان انا افضل ادعك، لا هو سهل الامتصاص جدا. شايفين كده على بالظبط كده، هو سهل الامتصاص جدا. فبتحطي بقى انت من عند خدودك من جوه لبره، تمام. بالنسبه بقى للجبهه والدقن ومعاها الرقبه، من تحت لفوق، حركه عكس الجاذبيه الارضيه، تمام. يعني انا ببتدي ادلكه من تحت لفوق. بالظبط كده، عشان استفيد بس بالكميه اللي انا حطيتها. مظبوط. هي بس هقول على اخر حاجه اللي هي منطقه تحت العين بتبقى بطبطبه بسيطه من جوه لبره، بتطبطبه بسيطه على العين، بتطبطبه. بالظبط كده، تمام، عشان اقدر استفيد من كل الكريم الغالي ده. ايوه بالظبط، كله ذهب. وعارفه والله حنان برضو ايه، في ناس بتقولي مثلا لا انا عايزه استخدمه مره واحده، فاستخدمه مثلا امتى؟ فحلو قوي ان انا استخدمه بالليل. بالليل بتبقى سرعه استجابه البشره بتبقى عاليه جدا، لان انا لو عايزه اكتفي ان انا احطه مره واحده يفضل بالليل قبل النوم مثلا بنص ساعه. لا انا كمان هبقى نايمه وهاخد، يعني هيبقى يقعد يشتغل على بشرتي اطول. بالظبط، انت هتبقي بعيده عن كل حاجه، بتبقي في مرحله النوم دي فاصله من كل حاجه، تلفزيون، كل حاجه، فبتبتدي ان انت تستجيبي طبعا لكل حاجه، ويبقى الموضوع انت ريلاكسنج يعني. بتستجمي بقى. بالظبط كده، تقعدي بقى تستجيب. هو البرودكت نفسه غالي، بس انا عايزه اعرف حاجه. انا لما هاجي نازله الشغل وكل الستات تشتغل، طبعاً أكيد، أو حتى لو نازلة الصبح يعني، بس أنا يومي هيعدي إزاي وأنا عايزة أبتدي يومي فعلاً بماسي؟ يعني أنا عايزة أحط ماسي وبعدين أحط ميك اب، ولا أعمل إيه؟ أحطها إزاي؟ هجيبها إزاي؟ هو ماسي دورو جولد حلو جداً أنا أستخدمه الصبح، لأن هو يعني acting as sunblock. إحنا كده بنحط سان بلوك على وشنا قبل ما بننزل الصبح، فماسي دورو جولد يغنيكي عن السان بلوك، لأن هو فيه مادة اسمها التيتانيوم دايوكسيد. طب انا حطيته وحابه بعد كده، انا عايزه، انا بطبيعتي بنزل بميك اب، مفيش مشكله، بس بتصلي نص ساعه من يعني من الميك اب والسان بلوك، وتحطي الميك اب اللي انت عايزاه وتنزلي، تمام. وبعد فتره اصلا ان شاء الله ماسي دورو جولد بيخليكي اصلا مش محتاجه ميك اب، لان هو بيعمل جلوينج عالي جدا للبشره ولا سان بلوك، وبيوحد لون البشره كمان، ومش محتاجه سان بلوك. بالظبط، ان شاء الله هنطلع كلنا من غير ميك اب بقى اخيرا، يعني امنيه حياتنا. بالظبط كده. لا انت عارفه بس عشان احنا التصوير والكاميرات وكده، فبتبقي انت متطلبه ان انت تحطي ميك اب بشكل معين. لا بالزبط. بس في العادي، لا في العادي انا ما بجيش ناحيه الميك اب، براحتك من غير ميك اب. بالظبط.
كم انتوا عاملين فروع في كل مكان؟ يعني حاسه ان انتوا منتشرين على مستوى العالم. دي حقيقة. عايزين نعرف بقى فين وفين وفين. هو طبعا ماسي دورو جولد هو منتج ايطالي الصنع من A to Z، فاحنا مقر الشركه الرئيسي في ايطاليا اللي هي ماسي فارم ايطالي. تمام. عندنا كمان فرع طبعا القاهره، ماسي فارم ايجيبت ده مقره في القاهره، وعندنا كمان يا حنان فرعين في دبي اللي هو ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل ده في دبي الامارات، وعندنا كمان ماسي فارم جولف مقرها جبل علي طبعا في دبي الامارات. بسرعه يا دكتور عايزين نفكر الناس تاني بالعرض عشان يلحقوا يشتروه، وزي ما قلت لك انا من الناس اللي هتشتري ان شاء الله. طبعا فكر. اي حد حابب يشتري دلوقتي ماسي دورو جولد هياخد عليه خصم 35%، واللي حابب ان هو يشتري علبتين هياخدهم بالسعر الاصلي وعليهم الثالثه هديه. ميرسي يا دكتور. بنشكر وجودك معانا. بنشكر دكتور دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي لمجموعه شركات ماسي فارم. شاكرين جدا. ميرسي يا حنان. مش مستاهله، مفيش حاجة أغلى من بشرتنا. هنستخدم بس كم خطوة هنعملهم، هنعتني ببشرتنا، هنشرب مية كتير، هناكل أكل صحي، هنحط ماسي، بس بسيطة جدا يعني. وإن شاء الله نشوفكم ربيع على طول. سلام.